باشمهندس ممدوح مساء الخير مرة أخرى. مساء الخير. أهلا بحضرتك. يعني أنا حابب أسمع تعليق سيادتك على ما تفضل به المهندس محمد حسين رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتضررة. ليه الشركات دي مش بتاخد التعويضات منكم؟ الأول حاجة، القانون لما طلع حدد الأساليب إزاي عملية دفع التعويضات، وفعلا تم تشكيل لجنة حطت القواعد والأسس اللي على أساسها تم عملية حساب التعويضات دي، وطلب مننا إن احنا نبتدي نحسب قيمة التعويضات لكل عقد موجود عندنا، وفعلا ده الكلام ده تم. المستشارين القانونيين قالوا إن القانون فيه بند واضح وصريح إن لابد عشان نعتمد الصرف لابد من العرض على مجلس الوزراء. وبالتالي احنا في النقطة دي احنا دلوقتي قدمنا كل المستندات الخاصة بالتعويضات والقيم بتاعتها، وإن شاء الله بعد العرض على مجلس الوزراء ويقرها هيتم الصرف. إنما احنا لا ضد هذا الموضوع، وباشمهندس محمد اللي بيكلم حضرتك ده لو عنده شكوى يجي يتفضل عندنا ونشرح له ايه التطورات اللي حصلت في الموضوع وايه السبب ان الموضوع متاخر لغايه دلوقتي. ومش احنا بس على فكره، مش الشركه القابضه الوحيده في الجمهوريه اللي ما صرفتش، لا، في جهات اخرى كثيره. المستشارين القانونيين اقروا ان في بند صريح في القانون بيقول فيه لابد من اعتماد مجلس الوزراء لاعتماد الصرف. رغم انه القانون ده صدر من 6 شهور. مظبوط، حصل. طلع من 6 شهور، حط ادى خطوات معينه تتعمل. الخطوات دي تقريبا كلها استكملت، باقي البند الوحيد اللي هو العرض على مجلس الوزراء لاعتماد الصرف.